نظم العشرات من السائقين العاملين في التطبيقات النقل الذكي اعتصاما أمام مبنى وزارة النقل أمس احتجاجا على ما وصفوه بتغول الشركات على حقوقهم وتجاهل الجهات المعنية لمطالبهم. وللحديث أكثر في هذه التفاصيل دعوني أرحب عبر الهاتف بالمتحدث باسم كباتن التطبيقات الذكية السيد لورنس الرفاعي. سيد لورنس بعد التحية، إذن ما هي الأسباب التي أدت إلى احتجاج سائقي التطبيقات الذكية أمام وزارة العمل وما هي المطالب اليوم؟ الله يعطيك الصحة والعافية، بنشكر قناة الحقيقة على تسليط الضوء على مشكلة 13,000 سائر تطبيقات. طبعا احنا بدي اصحح لك معلومه، نعم، انه احنا كانت وقفتنا امام وزاره النقل وليس امام وزاره العمل. نعم، امام وزاره النقل، صحيح، امام وزاره النقل. طبعا احنا وقفتنا كانت امام وزاره النقل، جاءت بعد تجاهل مسؤولين النقل في المملكه لمطالب سائقين التطبيقات. سائقين التطبيقات اختي واقع عليهم ظلم، ظلم وظلم كبير، ومسؤولين النقل لا يحركوا اي ساكن في هذا الاتجاه. الكل بيعرف سائقين التطبيقات سياراتهم عباره عن قروض عن طريق البنوك، سياراتهم اخذوها قروض واجت علينا جائحه كورونا واجلت اقساط الشباب، وبعد جائحه كورونا اضطرت الشباب تعمل هيكله زادت فتره السداد. هيئة تنظيم قطاع النقل وزارة النقل معطينا عمر تشغيلي بالنظام 5 سنين، نتيجة مطالبات سابقة تم رفعه ل7 سنين. لما احنا صرنا نطالب بال10 سنين رجعونا لل5 سنين بحجة انه قرار ال7 سنين ما تم نشره بالجريدة الرسمية اللي هي برئاسة الوزراء. طبعا اختي الكل بيعرف التطبيقات مرخصة بتعليمات، والتعليمات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل ومجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل، مش بحاجة جريدة رسمية تبعت رئاسة الوزراء ولا بحاجة موافقة رئاسة الوزراء. يعني المراوغات والمماطلات من الهيئة ومن وزارة النقل بفكروا الناس يعني ما بتفهم بالقوانين. هاي أول نقطة بدي أحكيها. ثاني نقطة، شركات التطبيقات بتقتطع منا ثلث شغلنا، بتاخذ ثلث الشغل إلها وهي مش مقدمه لنا شيء. الثلثين اللي بيظلوا منهن اقساط ومنهن بنزين ومنهن تراخيص ومنهن صيانه ومنهن تعب، فالموضوع بطل مجدي. يعني احنا من عندنا الان في 4,000 سائق تعثر وانحجز على سيارته، وهذا وفق ارقام هيئه تنظيم قطاع النقل البري. الان العاملين على التطبيقات الذكيه صاروا 9,200 سيارة من 13,500 تقريبا بسنة 2018. في تقريبا 5,000 سيارة طلعت من الخدمة، طلعت لأنه انحجز عليها، لأنه انشكى على 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 المدين وانشكى على الكفيل. والكل بيعرف احنا عندنا المدين رب الأسرة والكفيل زوجته. يعني احنا لما بنطلع وبنوقف وبنطالب قاعدين، احنا بنطالب لنحافظ على الامن والسلم المجتمعي في المملكة الاردنية الهاشمية. نعم. لكن للأسف سوء ادارة قطاع النقل بشكل كامل، بشكل كامل. يعني احنا بجوز اختي انت مطلعة كل انماط النقل بتشكي وبتأن، صحيح، وما في ادارة لقطاع النقل. عدم مؤاخذة، وزير له سنة ونص مستلم وزارة النقل، من سنة ونص وهو بوعد كل الأنماط باستراتيجية حل كل مشاكل النقل، للآن ما طلعت الاستراتيجية ولا شافت النور. وصرح فيها أكثر من مرة عبر أكثر من وسيلة إعلامية ورسمية، وقال في استراتيجية خلال أسبوع وأسبوعين. هذا الحكي من سنة ونص، والله العظيم يا أختي لا يليق بوزير في المملكة الأردنية الهاشمية إنه يطلع على وسيلة إعلامية ويتفوه بشيء وهو مش موجود. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، إحنا كسائقين تطبيقات إحنا شاعرين إنه إحنا تسلمنا على طبق من ذهب للشركات الأجنبية اللي إجت تشتغل في البلد. يعني أنا لما شركة قاعدة بتاخذ مني 30%،
شو صفت لي لما قاعد بتفرض علي 4% ضريبة باسم ضريبة حكومية ودائرة ضريبة الدخل ما بتعرف عنها اشي؟ يعني احنا قابلنا مدير عام الضريبة بقول لك انتو كسائقين وكزباين اللي هو مستخدم التطبيقات ما عليكم اي ضرائب، بتيجي الشركة بتحط علي ضريبة، يوم بتقول لي ضريبة خدمة، يوم بتقول لي ضريبة مبيعات، يوم بتقول لي ضريبة دخل. يعني وبلغنا وزارة النقل فيها وبلغنا هيئة النقل، لكن بقول لك هذا مش اختصاصنا. طب اختصاص مين؟ يعني سيد لورنس، لم تكن يعني هناك أي إجابة أو تجاوب بعد يعني اعتصامكم يوم أمس أمام وزارة النقل من قبل الوزارة أو حتى أي جهة معنية؟ أختي إحنا مبارح اعتصمنا كنا تقريبا 500 شخص أمام وزارة النقل. نعم. وزير النقل ما يعني ما تواضع وطلب ممثلين من الناس المعتصمين على باب وزارته يقابلهم، رفض مقابلتنا. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، يعني أنا بدي أوجه رسالة لدولة بشر الخصاونة رئيس الوزراء. يعني معقول أنت يا بشر الخصاونة رئيس الوزراء ما بتعرف حجم الضرر اللي بقطاع النقل؟ ما بتعرف أنه وزير النقل غير قادر على إدارة هذا الملف؟ يعني أنا من خلال قناتكم بدعو ورئيس الوزراء إلى إقالة وزير النقل بالسرعة العاجلة، لأنه دمر قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية دمار شامل، مئات الآلاف من الأسر عايشة من وراء قطاع النقل، ووزير النقل لا يأبه ومش فاضيلهم ومش متطلع عليهم ومش قاعد يسمع منهم ومش متحرك بالاتجاه اللي ينصف العاملين في هذا القطاع. إلى متى؟ من سنة ونص وإحنا قاعدين بنصيح. يعني إذا ما انحلت هسه المشاكل متى بدها تنحل؟ صحيح صحيح. يعني هذا ما نتمناه سيد لورنس، أن تكون هناك يعني إجابة أو استجابة سريعة من قبل وزارة النقل أو حتى الحكومة حتى تنصف يعني قطاع النقل العام ككل، وتحديدا يعني التطبيقات الذكية التي أصبحت تعاني من تغول الشركات على حقوقهم وتجاهل أيضا الجهات المعنية ككل. أود أن أشكرك المتحدث باسم كباتن التطبيقات الذكية سيد لورنس الرفاعي على هذه التفاصيل.